ورجعنا لكم الفاصل مع فقرتنا التانية. زي ما احنا شايفين طبعا الفترة اللي فاتت كورونا انتشرت جدا، وعلى قد انتشارها ده في ناس كتير اتضرت منها وفي ناس كتير استفادت منها. في اللي فضل قاعد في البيت طبعا في الاجازة، ما استفادش بوقت فراغه ولا عمل اي حاجة، وفي اللي استفاد بالوقت ده فعلا وتعلم حاجات كتير جدا. في شباب خدت كورسات اونلاين، في ناس عملت بيدجات بتبيع حاجات اونلاين، في ناس اتعلمت حرف يدوية سواء كان رسم على الهدوم او ناس بترسم على الخشب، في حاجات كتير جدا، في ناس بتعمل جروبات للمواهب كمان. كل الشباب عملت حاجات كتير جدا طبعا تستحق مننا كل التشجيع والتقدير على مجهوداتهم المبذوله. وخلينا نرحب بالنماذج اللي موجوده معانا في حلقتنا. معانا طبعا الاستاذه بسنت، زي بيك، ومعانا الاستاذه سهيله، اهلا بيك، ومعانا الاستاذ صلاح. ممكن كل واحد يعرف نفسه للجمهور، نبتدي بصلاح. انا فويس اوفر، عندي جروب عملته اسمه ما توقفش حلمك، عندي 20 سنه بدرس تجاره عين شمس. سهيله. انا سهيله جواد، عندي 20 سنه، عملت بيج برسم فيها على الهدوم وببيعها. بسنت حماده، 25 سنه، عندي نظم معلومات حسابات، عندي بيج برسم مسامير وبلعب طارات. انا عايز اعرف من كل واحد فيكم الفكره جات لكم ازاي، يعني اللي هو يعني مره واحده كده قلتوا مثلا احنا عايزين نرسم على الهدوم، ولا مره واحده قلت عايزه اعمل جروب، ولا ايه بالظبط؟ يعني عايز اعرف من كل واحد فيكم الفكره جات له ازاي. نبتدي برضو بصراحه. هي الفكره والله العظيم هي جت مبدئيا عامه بغير في صوتي شويه، لحد لما جت ان انا بقيت اعرف اقلد شخصيه اتنين تلاته المسرح. وامتى بدات؟ لا الكلام ده يعتبر بقاله سنتين او 3 سنين. تمام، بس كانت الحوار. انت يا سهيله؟ هو انا برسم من زمان، يعني من وانا صغيره قوي، وموضوع بدا يتطور معايا واحده واحده لحد ما في الفتره بتاعه الكورونا دي انا كان نفسي اعمل حاجه يعني بزنس ليه علاقه بالتالنت يعني، فجات لي فكره الرسم على الهدوم دي وحاسه انها جديده فنفذتها. وانت يا بسنت؟ هوايه من زمان من وانا صغيره جدا، عملت بيدج، انا على طول بعمل كل حاجه عندي بقيت ادورها يعني سواء هدوم خشب، بحب العب بالالوان على كل حاجه. طبعا استغليتي فتره اللي احنا قاعدين في البيت دي ونميتي موهبتك وعملتي حاجات كتير. برافو، والله شاطرين جدا. طب احنا عارفين طبعا ان البنات بيكون التركيز على البيت اكتر، اللي هو مش بسهوله بنت مثلا تشتغل او بسهوله ان البنت تعمل مشروع ليها، فانا عايزه اعرف انتوا واجهتوا الموضوع ده ازاي؟ هل اهلكوا شجعوكوا على الموضوع ده ولا قابلتوا برضو صعوبات؟ لا هو ما يعني ما قابلتش رفض او حاجه من اهلي يعني، او عيلتي كانت دايما مشجعاني. اول ما عرفت عليهم الفكره هم شجعوها يعني. وانتي بالعكس يعني، هو تشجيع طبعا يعني هو اللي ساعدني في كل اللي انا عملته. طب حلو جدا. دلوقتي صراحة بقى احنا عارفين ان كل الشباب عامه في سنك بيدوروا دلوقتي على مشروع يعملوه علشان ياخدوا عائد مادي او مثلا شغل يشتغلوه. انت اشمعنى فكره المواهب ان انت تعمل جروب للمواهب بالذات؟ ليه ما فكرتش ان انت مثلا تعمل بيج او تعمل حاجه اونلاين تجيب لك فلوس؟ هو المبدا كله انا بعمل كذا حاجه، من فويس اوفر وتمثيل ومسرح اذاعه راديو الكلام ده كله، بس الفكره كلها كانت بتواجهني ان احنا دلوقتي بقينا بنشوف الحاجات اللي ما يعتبر ملهاش لازمه، فليه ان انا مثلا ما اعملش حاجه جروب يضم اللي بيغني اللي بيرسم الهاند ميد مش عارف ايه الكلام ده كله ويتجمعوا ويتشافوا، بدون بقى انا مثلا عايز امثل مسرح فهات فلوس عشان تمثل، مش عارف هات ايه علشان تمثل، هات حاجه عشان تعمل، مش شرط لازم يكون في ماده عشان نطلع بس. طب انا عايزه بقى اتفرجوا الجمهور على حاجتكم الجميله دي. نبتدي بسهيله، انت بترسمي على الهدوم. عايزه اعرف ايه الخامات اللي انت بترسمي بيها دي؟ هو انا بستخدم ماتيريال الوان اسمها الوان قماش، هي بتفضل على الهدوم يعني حتى لو اتغسلت وكده. ممكن اعرضها للساده المشاهدين؟ اوكي، ده مثلا بنطلون مثلا. حلو جدا، غيره. اوكي، و في كاب، ويعني بعمل جواكت وبنطلونات وكابات وكوتشيهات بس، فحاجات. والكوتشيهات دي كمان جميله جدا، عاجبني قوي الكوتشيهات دي. برده نفس الحاجه، برده هي ماتيريال بتفضل على القماش يعني مش حلوه جدا. والكاب دي كمان عجباني قوي. الكاب دي بتاعت ريم، بتاعتي انا بجد، انت عاملاها لي انا. انا كل ما انت تيجي كل حلقه بقى. ماشي، نشوف حاجه. بسنت، انا بحب العب بالصلصال.
جميل جدا. تعملي صلصال حراري؟ صلصال حراري بيدخل الفرن، بحب العب بيه على المجات، على سلاسل كمان. انت عامله ده دردشه؟ دردشه اه. انا هاخد كل الحاجات دي معايا وانا مروحه. بلعب بالمسامير. اوه جميله جدا. بلعب المسامير والخيط. حلوه جدا. برسم كمان طبعا، انا عامله البرنامج طبعا. حلوه قوي بجد. برسم كمان مش كتابه بس، بس ما لحقتش يعني الوقت. انت عاملاها بالمسامير؟ طب انت بتاخدي وقت قد ايه في فيها؟ ساعه. بتاخدي ساعه؟ حلوه جدا. وتعملي طرات كمان للخطوبه والحاجات دي؟ اه طرات. بحب العب برضو على الخشب. حلوه جدا، جميله قوي. وبحب العب على التل. نفس الشيء بقى. تعملي كذا حاجه والله، كويس ان انت تستغلي وقتك ان انت تتعلمي حاجات اكتر. جميله جدا. طب انت يا بسنت، الرسم بياخد منك وقت قد ايه بالظبط؟ هو على حسب يعني، من ساعه ممكن حاجه مثلا توصل لسبع ساعات يعني. مثلا الجاكيت ده قعد معايا سبع ساعات مثلا. طب والالوان بقى دي بتروح بالميه او حاجه؟ لا الالوان دي بتتغسل عادي. انا عامله على البيج انستراكشنز كده المفروض بيمشوا عليها. زي ان انا مثلا اغسل بميه ساقعه، ما استخدمش كلور، حاجات كده عاديه جدا يعني بسيطه، بتخلي الرسم على طول على الهدوم، مش بتروح مع الغسيل خالص. حلوه جدا. طب وايه مثلا التعليمات المفروض نعملها علشان نحافظ على الهدوم دي لاطول فتره ممكنه؟ المفروض ان انا اقلب الجاكيت مثلا على ظهره واحطه في الغساله وقت قليل، او اغسله على ايدي بميه ساقعه، وما استخدمش كلور وبس يعني. هي دي الحاجات بسيطه قوي يعني، عاديه يعني. اه بالظبط، مش حاجات كبيره. طيب عايز اعرف بقى منك يا صلاح، انا مثلا اعتبرني موهبه من المواهب اللي عندك في الجروب، انا هستفيد ايه لما انزل مثلا فيديو او موهبتي عامه في الجروب عندك، ومثلا انا مفيش عائد بيجي لي؟ هل انت بتعمل لهم مسابقات، بتشجعهم مثلا بجوائز، يعني ايه المقابل ليهم؟ المقابل ان انا ساعات بشير الحاجات دي عندي على البيتش بتاعتي الشخصيه، ويتعمل لها سبونسر من غير ما ياخد من حد حاجه. الفكره كلها مثلا لما يكون في بيتش معموله وعددها كويس، الريتش يوصل فيها ل 100 120 الف، عايز تقولي لي ان انت مثلا في وسط ال 120 الف دولت مفيش واحد ممكن يشوفك ياخدك معاه في شغل؟ طب انت بتقلد برضو صح؟ انا الحمد لله. طب عايزك تقلد لي حاجه سريعه جدا كده. مثلا 12 فويس اوفر بسرعه كده. انتظرونا الليله مع برنامج دردشه، استاذه ريان ومعانا استاذه سهيله وكمان استاذه بسنت. ممكن مثلا السادات، في مواطن واحد مجنون نقط على واحد زميله من البلكونه. ممكن مثلا لينجويني الفار الطباخ. انا نفسي بحبه جدا. كان بيقول له ازاي، بلاش تبص لي كده، مش انت بس اللي مزنوق، انا كمان مزنوق زي زيك. انت اللي قعدت تتشطر وتلعب بالتوابل، حطيت زعتر؟ لا لا لا، روزماري. حطيت روزماري؟ امال انت حطيت ايه؟ انا عايز اعرف بس كده. في بطوط. بوتشا بوتوتا مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم النهارده. صراحة أنا اللي مبسوطة جدا جدا إن أنتوا نورتوني في حلقتي النهاردة، وطبعا شرفتوني، حاجتكوا دي جميلة جدا جدا. إن شاء الله نشوفكوا قريب في ورش بقى ليكوا أنتوا خاصة، لأن الدولة بتوفر لكم برضو إن أنتوا تروحوا تعملوا معارض أو ورش تعرضوا حاجتكم فيها. إن شاء الله أشوفكوا في حتة أحسن كمان قريب إن شاء الله، ونورتوني. وكده بتكون وصلنا لنهاية حلقتنا، استنونا في حلقة جديدة مع مواهب جديدة. هكون معاكم ريم النمر من برنامج دردشه.